السلام عليكم كبير المشاهدين الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده، ونتمنى الولاعه ديالكم تكون حتى هي بخير. وحنا دابا في فتره ديال التفريغ، كنتمنى من جميع الموالي انتاج وفير ان شاء الله، ويفرحوا حتى هما بالوليدات. وبغيت نشارك معكم واحد المعلومه اللي كنعيشها دائما مع الطيور ديالي، وبغيت نقولها لكم. انا مده سنين وانا عندي هذا المسرح كنعيش مع البادجي، تقريبا كندخل عندهم الصباح، كنفطر كنجي نجلس عندهم ثلاثه السوايع جوج السوايع، يعني كنعيش معاهم اكثر ما كنعيش مع العائله ديالي، والمتنفس الوحيد ديالي هما الطيور. كنتمنى زعما كاع الناس اللي عندو شي مشاكل عندو شي حاجه يمشي للطيور، راه هما كينسيو في الهم وكينسيو في كلشي. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي كنعيشها وكنلاحظها بزاف ورديت ليها البال، رديت ليها البال بزاف، وهو نهار الجمعه بالضبط كاع الطيور عندي كتلوح البيض ديالها، ما كتجلسش عليه، ما كتحضنش عليه، كتلوحو من الصندوقه. فاش كندخل كنجمع تقريبا واحد 20 بيضة، مرة 15، مرة 10، مرة 30، على حسب الوقيته ديال الفريخات واش كيكونوا جاهزين كيبيضوا. ولا حتى لهاد القضية، وبغيت نشاركها معكم، الطويرات ديالي كيلوحوا البيض نهار الجمعة. وسولت شي ناس اللي متقدمين في الولاعة وقدام مني وعندهم خبرة أكثر مني، وأنا يلا مبتدئة، سولتهم قلت لهم راه ودي كنلقى شي بيضات نهار الجمعة كيلوحوه، راه حيت كندخل يوميا والجمعة كنلقى بيضات مليوحين. قالوا لي راه العالم ديال الطيور راه بحر، الناس ما يقدروش يفهموا فيها، وقد فهمت تعيا في الاخر تلقى راسك ما فاهمش. قالوا لي راه الطيور كتصدق البيض ديالها وكتلوحو نهار الجمعه، كتبرع بالبيض ديالها وما كتخليهش في الصندوقه. ويلا عندكم نفس الملاحظه خليوا لي تعليق، انا شاركت معكم هذه المعلومه لانها دارت انتباه ديالي، وبغيت نشاركها معكم. كنقول لكم كلشي، كنقول لكم السلبيات اكثر من الايجابيات صراحه. كاينين بعض الموالي وبعض مع احترامي الكبير ليهم، وعندهم قنوات ما كيقولوش السلبيات، كلشي زوين زوين زوين. ملي كيجي المشاهد ديالو كيجي ربي كيتفاجئ بواحد الواقع اللي شويه واعر. فانا كنحاول انني نقول لكم السلبيات اكثر من الايجابيات، باش ملي يكون الواحد باغي يدخل على شي تجهيز، يكون باغي يدخل على شي تربيه، باغي يدير شي حاجه ديالو، يكون عارف من حيت لان ما عرفت كيفاش كنسميكم، بحال الغدر